بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 99 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية، وباعثها جمع من الإخوة هم هاشم سعيد قائد، وصادق علي غالب، وصالح محمد عمر، ونظير سعيد عبد الله، وياسر علي أحمد، وفهمي سعيد أحمد. الإخوة سألوا جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، ونأمل أن نستكمل ما تبقى في الرسالة من أسئلة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. يسألون الشيخ صالح في هذه المرة ويقولون: نريد منكم أن تحدثونا جزاكم الله خيرا عن الراتب الذي يعمل ليلة كل اثنين وكل جمعة. ما هو الراتب؟ عرفه هنا بقوله: الراتب عبارة عن أدعية عن الديباي مأخوذة من كتاب وندعو بصوت مرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الواجب على المسلم أن لا يعمل عملا إلا إذا وافق الكتاب والسنة وعرف دليله من الكتاب والسنة. وما ذكره هؤلاء الإخوة من الاجتماع على الدعاء ليلة الاثنين بصوت جماعي وبدعاء مخصوص، هذا كله لا دليل عليه. نعم، مطلوب من المسلم أن يدعو الله عز وجل، والدعاء هو أفضل أنواع العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه وتعالى: أدعو الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. ولكن ترتيب الدعاء في وقت مخصوص أو ليلة مخصوصة أو تخصيص نوع من الدعاء لا بد لذلك من دليل، ولا دليل على تخصيص ليلة الاثنين، ولا دليل على الاجتماع على هذا الشكل والصوت الجماعي. كل هذا من المحدثات المبتدعات. المسلم يدعو الله ليلة الاثنين وغير ليلة الاثنين، لكن بدون اجتماع وترتيب وبدون صوت جماعي، ولا يخص ليلة معينة إلا بدليل يدل على ذلك، كليلة القدر مثلا، فإن الدعاء في ليلة القدر هذا له مزية، لأن الله جل وعلا خصها بمزيد فضل. وكذلك الدعاء يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة. فلا يجوز تخصيص يوم من الأيام بالدعاء أو ليلة من الليالي بالدعاء إلا بدليل، وإلا فإن المسلم يدعو الله في كل الليالي وفي كل الأيام وفي كل مناسبة، ولا سيما عند حاجته إلى الله عز وجل، حاجته إلى الدعاء، فإنه يتأكد عليه ذلك. فما ذكره الإخوة من هذا الدعاء على الصفة المذكورة وفي الليلة المذكورة وعلى الهيئة المذكورة فإنه بدعة يجب تركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالإضافة إلى ليلة الاثنين، ليلة الجمعة شيخ صالح، هل الجواب واحد جزاكم الله خيرا؟ لم يرد في تخصيص ليلة الجمعة شيء يخصها بالدعاء فيها. نعم، ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوم فاضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه. وهذه الساعة هي في يوم الجمعة، ولكن الله أخفاها فيه من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل هذا اليوم، هذا في يوم الجمعة. أما ليلة الجمعة فلا أعلم دليلا يدل على تخصيصها
بالدعاء، وإنما الذي ورد هو الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يومها. والمسلم كما ذكرنا أنه إنما يعمل ما قام عليه الدليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألون هل هناك دعاء قبل الأذان، وما هو الدعاء الوارد بعد الأذان؟ قبل الأذان ليس هناك دعاء مخصوص، أما بعد الأذان فإنه يجيب المؤذن بأن يقول ما يقوله المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه من دعا بهذا الدعاء فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوم الجمعة له أذان واحد بالنسبة لصلاة الجمعة أو أذانان؟ الأذان الواجب هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر، هذا هو الأذان الراتب لأنه لدخول الوقت، وهو أذان واجب على الكفاية، واجب على الكفاية كالأذان لسائر الصلوات، واجب على الكفاية. وهناك أذان يكون مقدما على الأذان المذكور، وهو ما يسمى بالأذان الأول يوم الجمعة، وهو مما سنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، من أجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها ويتفرغوا من أشغالهم ويذهبوا لصلاة الجمعة، لأن الناس في عهده رضي الله عنه كثروا في المدينة وكثر اشتغالهم في الأسواق وفي غيرها من الأعمال، فرأى رضي الله عنه أن يؤذن في وقت مبكر من أجل أن يتنبهوا وأن يقبلوا على صلاة الجمعة، ومضى هذا سنة فيما بعده إلى يومنا هذا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فما فعله صار سنة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يكون بين الأذانين الأول والثاني فرصة ووقت حتى يكون للأذان الأول فائدة، وهو تنبيه الناس للحضور، أما أن يجمع في وقت واحد وليس بينهما إلا دقائق قليلة فهذا خلاف المطلوب، ويصبح الأذان الأول لا فائدة فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقولون هناك بعض الأسر في كل عام يقومون بالذبح، ثم عرفوا الذبح بقولهم هو الذبيحة التي تقوم الأسرة بتربيتها لذلك اليوم وتطلق عليها اسم الولي، ويدعون الناس للغداء، ومن بعد صلاة العشاء يذكرون الأدعية التي وردت في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بصوت مرتفع، مع العلم أن هذه الأسر تعتقد أنها إذا لم تعمل ذلك أن الولي الفلاني سوف يضرها، ولكل أسرة ولي خاص تعمل له ما ذكرناه سابقا. أفتونا في هذه القضية جزاكم الله خيرا. هذا الذبح بنية أنه للولي شرك بالله، شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل، فلا يذبح لأحد غير الله عز وجل وباسم الله عز وجل. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، فكما لا يصلى لغير الله وكذلك لا يذبح لغير الله من باب التعظيم والتقرب، من باب التعظيم والتقرب وطلب جلب النفع ودفع الضر، هذا لا يفعل إلا مع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فقرن النسك مع الصلاة، والنسك هو الذبح، دل على أنه لا يجوز أن يذبح لغير الله تقربا وعبادة ولدفع ضر أو جلب نفع، لا يذبح على هذا الوجه إلا لله سبحانه وتعالى. أما الذبح للأكل لأكل اللحم أو الذبح بمناسبة قدوم غائب إكراما له أو للضيف، هذا مباح وليس عبادة، إنما هو من أجل الأكل والحاجة فهو مباح،
إنما الذبح الذي لا يجوز إلا لله هو ما يقصد به التقرب والعبادة والخضوع ورجاء النفع ودفع الضر، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وليس هناك أولياء ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، لا الأولياء ولا غيرهم. الأولياء مخلوقون وهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يطلب منهم بعد موتهم شيء ولا يقدرون على شيء ولا يصرف لهم شيء من العبادة، وإنما يدعى لهم ويترحم عليهم ويقتدى بعملهم الصالح. أما أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل ويذبح لهم ويتبرك بهم أو بتربتهم، هذا كله من أمور الجاهلية ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. فالواجب عليكم أن تنصحوا هؤلاء وأن تبينوا لهم أن هذا شرك أكبر، وتبينوا لهم أن الذبح من أنواع العبادة التي لا يجوز فعلها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يذبح للولي تقربا إليه لا في ليلة معينة ولا في سائر الأيام، كل ذلك لا يجوز لأنه شرك بالله عز وجل ومخرج من الملة، لأن من عبد غير الله فقد خرج من الملة بأي نوع من أنواع العبادة ومنها الذبح. والذبح عبادة عظيمة، ولذلك قرنه الله في الصلاة: صلي لربك وانحر، وإن صلاتي ونسكي يعني الذبح لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت باسمها بالحروف عين ميم، تقول: إذا مررت بآية سجدة ولم أسجد، هل علي إثم في ذلك؟ في دوني جزاكم الله خيرا. السجود عند المرور بآية سجدة مستحب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه، فليس سجود التلاوة بواجب، وإنما هو سنة ومستحب وفيه أجر لمن فعله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا وضعت في شعري زيتا بكمية كبيرة، هل يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة، لأن المطلوب جريان الماء على البشرة، وإذا جرى عليها فإنه يكفي، والدهن والزيت لا يمنع لأنه ليس له جرم يمنع الماء. نعم، إذا حلفت بالله أن أعمل شيئا ولم أعمل، هل علي كفارة يمين؟ وإن كانت نقود فكم أدفع بالريال بكل حلف؟ جزاكم الله خيرا. من حلف على شيء أن يفعله أو حلف على شيء أن لا يفعله وخالف يمينه فإنه تجب عليه الكفارة. قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهذا فيه أن اليمين المعقودة على أمر المستقبل ممكن تجب فيه الكفارة إذا خالف يمينه، وهي كما بينها الله: إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام وهو بمقدار 1.5 كيلو تقريبا، أو كسوة 10 مساكين، لكل مسكين ثوب أو عتق رقبة. هذه الأمور مخير بينها، فإن لم يجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. وإذا كانت الأيمان المتكررة على شيء واحد قبل التكفير، يعني كررها على شيء واحد قبل التكفير، كان يقول: والله لا أدخل هذا البيت، ثم يقول: والله لا أدخل هذا البيت، ثم يقول: والله لا أدخل هذا البيت، يكرر ذلك، فإن لكل يمين كفارة. أما إذا فإن هذه الأيمان تتداخل فيها كفارة واحدة، لأنها على شيء واحد. ففي المثال الذي ذكرنا عليه كفارة واحدة، لأنها أيمان مكررة على شيء واحد قبل التكفير ففيها كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، كان يقول: والله لا أدخل الدار، والله لا أركب السيارة، والله لا أكلم فلانا، فهذه أيمان على أشياء متعددة، يجب بكل يمين كفارة مستقلة، يكون عليه كفارات بعدد الأيمان على التي حلفها على أشياء مختلفة. وكذلك إذا كرر اليمين على شيء واحد بعد التكفير، لأن حلف لا يفعل هذا الشيء وكفر، ثم حلف لا يفعله مرة ثانية، فإنه يجب عليه كفارة ثانية، وهكذا.
جزاكم الله خيرا، هل الكفارة نقود أو شيء آخر كما سألت شيخ صالح؟ الكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إطعام 10 مساكين، إخراج طعام نعم بمقدار 1.5 كيلو لكل واحد. نعم. من 10 15 كيلو على 10 فقراء، كل واحد 1.5 كيلو، أو كسوتهم إعطاء كل مسكين ثوب من 10. نعم. يعني 10 ثياب ل10 مساكين، أو عتق رقبة، أي اعتاق عبد مملوك، اعتاق عبد مملوك يعني يشتريه ويعتقه، أو إن كان ملكا له أعتقه. فإذا لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. أما إخراج النقود فإنه لا يجزي، لأنه ليس إطعاما وليس كسوة وليس عتقا وليس صياما، فهو لا يجزي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جمهورية مصر العربية من المنيا يسأل ويقول: سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنى المدينة حرم، فمن أحدث فيها أو آوى فيها خبيثة فلم يقبل منه إلا يوم القيامة، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث سمعته وأسأل الآن عن صحته وعن شرحه إذا كان صحيحا، جزاكم الله خيرا. الحديث بمعناه صحيح، المعنى الذي ذكره ورد فيه حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمدينة حرما كما للمسجد الحرام حرما، فللمسجد النبوي حرم شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب احترامه وأن يتجنب فيه المحدثات والمعاصي والسيئات، وأن لا يقطع شجره الذي ينبت تلقائيا من غير أن يزرع، أن يزرعه أحد، فهو حرم له مثل ما لحرم مكة في الجملة. ومن أحدث فيه حدثا، أي ابتدع بدعة أو حدثا في الدين والعياذ بالله، أو آوى محدثا يعني ناصر محدثا أو حماه من أن يقام عليه الحد الشرعي، من حمى مجرما يجب الحد عليه فمنع إقامة الحد عليه، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هكذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على عظمة هذا الحرم، وأنه لا يجوز انتهاكه، ولا يجوز أن يكون مأوى للمجرمين والمحدثين في دين الله عز وجل، بل يجب أن تقام عليهم الحدود ولو كانوا في الحرم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع مقيم في الرياض، بل مستمعة، تقول الراسلة قاف عين ألف: هل يصح أن أصلي صلاة القيام بالقراءة من المصحف أم لا بد أن يكون ذلك من الحفظ؟ لا مانع من القراءة من المصحف في الصلاة، فريضة كانت أو نافلة، إذا احتاج المصلي إلى ذلك. إذا لم يكن عنده حفظ يكفي فإنه يقرأ من المصحف، ولا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح ما سمعت من أن قراءة سورة الزلزلة تؤدي إلى نزول الجنين، مع علمي أن القرآن يشفي ولا يضر، وهل تساعد قراءتها في عملية الوضع؟ لا أعلم في ذلك شيئا، ولكن قراءة القرآن فيها شفاء، فيها شفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا قرأ شيئا من القرآن ولا سيما الفاتحة فإنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن فيها شفاء مع النية الصالحة والاعتقاد الصحيح، فإن فيه شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية، أمراض الجسم وأمراض القلب، الشبهات والشكوك والوساوس والشرك وسائر المعاصي. القرآن شفاء يشفي الله به الأجسام ويشفي به الصدور من الأمراض الحسية والمعنوية في الولادة وفي غيرها، لمن قرأ القرآن بنية صالحة وحضور قلب، فإن فيه الشفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مثل هذه الأفكار تتسرب عبر بعض الكتب، هل من كلمة شيخ صالح؟ هذه الأفكار والعادات السيئة تتسرب إلى الناس إما عن طريق العادة والإلف وما اعتاده الناس من غير رجوع إلى الكتاب والسنة، وإما عن طريق الكتب التي لا ضابط لها وليست معروفة عند علماء الأمة وليس مؤلفوها ممن يوثق بهم،
وإما عن طريق دعاة الضلال ودعاة الفتنة، فالأمور غير المشروعة تتسرب إلى الناس من هذه الأمور، إما من العادة السيئة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإما عن طريق الكتب غير المنضبطة يظنونها يثقون بها ما دامت أنها كتب ولا ينظرون إلى مؤلفها ولا ينظرون إلى ما فيها هل يوافق الكتاب والسنة أو لا، وإما عن طريق دعاة الضلال والمخرفين. كل هذه آفات تصيب الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الرجوع إلى أهل العلم وعرض هذه الكتب عليهم، وأقصد بأهل العلم العلماء المحققين الذين حملوا العلم الصحيح، فيستشارون في هذه الأمور وتعرض عليهم هذه الكتب ويؤخذ رأيهم فيها. هذا هو الواجب على المسلم. أو إذا كان هذا جاء عن طريق العادة أو عن طريق بعض الدعاة المضللين، فيعرض هذا أيضا على أهل العلم الموثوقين ويؤخذ رأيهم فيه، لأن المسألة مسألة دين، فيجب على المسلم أن يرجع إلى أهل الدين. أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو أن إنسانا احتاج إلى سلعة من السلع ليشتريها لذهب يسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة بالسلع وأقيامها، فكيف لا يسأل عن أمور دينه؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميل